بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات لغة، النهاردة بنبدأ أولى مراجعات الداينامكس النهاردة وريفيجن نمبر 1 في الداينامكس، واللي هنبتدي فيها نتكلم على كل جزئية في الداينامكس من خلال الكونسبت بتاع المفاهيم اللي احنا بتكون معانا في الامتحان وبنشوف احنا بنتعامل معاها ازاي. اول كونسبت بيتكلم على definition and integration, differentiation and integration of vector function. ده اول حاجة احنا بنتكلم فيها اللي هي unit 1 differentiation and integration of vector function. طيب اول حاجة قال لي if each of s و v و x are function in the time then ال v طبعا هي ال velocity، ال s اللي هو ال displacement، والاكس البوزيشن فيكتور، والاي اللي هي الاكسلريشن. دي كلها فانكشن ان تايم، يبقى الفي بتساوي دي اكس على دي تي او دي اس على دي تي. يبقى اول حاجه الفيلوسيتي بتساوي ريت اوف تشينج اوف ديسبليسمنت او ريت اوف تشينج اوف بوزيشن ويز ريسبكت تو تايم، وبالتالي العكس بالانتجريشن، يبقى الاس ايكوال انتجريشن في دي تي، والاكس ايضا انتجريشن في دي تي. طب بالنسبه للاكسلريشن هي الريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي ويز ريسبكت تو تايم، يبقى دي في على دي تي، وبالتالي الفي بتساوي انتجريشن اي دي تي. الجزئيه اللي بعد كده بيقول لي اف اي از ا فانكشن ان ذا بوزيشن زين اي ايكوال في دي في على دي اكس، الكلام ده طبعا كلنا عارفينه، يبقى انتجريشن اي دي اكس انتجريشن في دي تي اللي هو اي دي هاف في سكوير. يبقى ايه الاي لو كانت فانكشن في البوزيشن اللي هو اكس، طب لو كانت فانكشن في الديسبليسمنت هي نفس الكلام، يبقى الاي بتساوي في دي في على دي اس، وبالتالي انتجريشن اي دي اس ايكوال الانتجريشن في دي في. بعد كده بيكلمنا على الافريج فيلوسيتي، الافريج فيلوسيتي يبقى بيتكلم هنا على الديستنت على توتال تايم، توتال ديستنت على توتال تايم. والافريج فيلوسيتي فيكتور التوتال ديسبليسمنت على التوتال تايم، يبقى لما يكون طالب الفيكتور يبقى بعمل الفيكتور ديفايدد التايم اللي هو الديسبليسمنت، لان الفرق بين الديستنت والديسبليسمنت ان الديستنت ده سكيلر اما الديسبليسمنت فيكتور. طيب عندي الموشن لما تبقى اكسلريتد يبقى الفي والاي هاف ذا سيم ساين، يعني في ملتبلاي اي بيجر ذان زيرو. اما لو كانت الموشن ديسلريتد يبقى الفي في الاي ليس ذان زيرو، او الفي والA have opposite direction أو opposite sign. بنشوف example، بيقول لي a particle move in a straight line where its velocity v is given as a function in position، يبقى ال velocity function في الA في الX by the relation ال v square equal lin x such that x bigger than 1 if A is the acceleration of the motion then which of the following is correct. بيقول لي ال 2 ax equal 1 ولا ال ax square equal 1 ولا ال ax equal 2 ولا ax square equal 2. يبقى هو عاوز يجيب هنا ال relation between ال a وال x وانا عندي ال v square. احنا لسه قايلين ان لما تبقى ال v function في ال x يبقى ال acceleration عباره عن ايه؟ v dv over dx. يبقى كل حكايه ان انا هعمل انتجريشن هعمل ديريفيتيف ريليشن دي، يبقى في سكوير ايكوال لين اكس ديريفيتيف ويز ريسبكت تو اكس تبقى 2 في دي في على دي اكس ايكوال 1 على اكس دي، او بالنسبه للتي ممكن 2 في دي في على دي تي ايكوال 1 على اكس دي اكس على دي تي. طبعا كلنا عارفين دي في على دي تي يبقى الاي والدي اكس على دي تي يبقى الفي، يبقى اذا هنا 2v multiply a equal 1 over xv. طب هنشيل ال v مع ال v ونعمل cross multiplication يبقى 2ax equal 1، يبقى answer letter a. يبقى في الريليشن دي انا عملت derivative with respect to time. derivative ال v square هتبقى 2v dv على dt، وderivative ln x 1 على x في dx على dt، وشلت طبعا ال dv على dt كلنا عارفينها ال a، ودي اكس على دي تي هي ال V،
وعملت simplify و cross multiplication طلع أول relation 2ax equal 1 يبقى الإجابة بتاعتنا answer letter A. Another example على الجزئية دي بيقول لي the object figure represents the velocity displacement graph of a moving body in a straight line. يبقى هنا عندي العلاقة بين ال V وال X. كلنا عارفين طبعا لما يكون عندي relation بشوف الريليشن دي انا عاوز ايه ده في اكس واحنا عارفين لما يبقى الفي فانكشن في الاكس يبقى الاكسلريشن عباره عن ايه في دي في على دي اكس. فبيقول لي هنا زين ذا اكسلريشن ايه وين ذا ديسبليسمنت فانش. ديسبليسمنت فانش يعني لما الاكس بزيرو. طبعا الاكس بزيرو الفي بنيجاتيف 100 وانا عاوز الاكسلريشن. كلنا طبعا فاهمين ان الاكسلريشن في الحاله دي هتساوي ايه يا سنه ثالثه؟ هتساوي في دي في على الدي اكس. يبقى هتساوي الفي في الدي في على. طب الدي في على الدي اكس يمثل ايه؟ يمثل السلوب اوف ذا ايه؟ اوف ذا تانجنت. يبقى هنا عندي قال لي هو بيفكرني ان الاي بتساوي في دي في على الدي اكس والفي زيرو بنيجاتيف 100 يعني لما الاكس بزيرو والدي في على الدي اكس هو السلوب. يبقى انا هضرب الفي في الدي في على الدي اكس. السلوب طبعا عن طريق تانسيتا نيجاتيف 100 اوفر نيجاتيف 50 ايكوال 2. طبعا كلنا عارفين السلوب بتاع الرسمه اللي كانت معانا ده بوزيتيف. طب لما اجي اقول له الاي في دي في على الدي اكس يبقى نيجاتيف 100 ملتبلاي 2 اللي هي نيجاتيف 200 برضه الاجابه لتر اي. ده كان سؤال تاني على مين؟ على الفيكتور فانكشن. بننتقل للجزئيه الثانيه اللي هي المومنتم اوف ا بادي. The momentum of a body at a moment is a vector quantity whose magnitude is equal to the speed of the mass of this body by its velocity at this moment and its direction is the direction of the velocity itself. يبقى بيعرفني المومنتم، بيقول لي المومنتم هي الام في الفي، ده فيكتور بيساوي الام في الفلوستي. بعد كده طبعا لما تبقى الفلوستي كونستانت يبقى المومنتم كونستانت. طب الفلوستي هتتغير يبقى في تشنج في المومنتم. اللي تشنج في المومنتم بيساوي ايه؟ الام في 2 ماينس في 1. طبعا لما اقول في 2 فيكتور ماينس في 1 فيكتور ده معناه ان الدايركشن هنا يفرق. يعني لو هما ان ذا سيم دايركشن يبقى في 2 ماينس في 1 كماجنتيود. لو هما ان اوبزيت دايركشن يبقى بقول الماجنتيود بتاع واحده منهم عكس الثانيه يبقى ايه بالنيجاتيف. اذا الدلتا اتش بيساوي ام في 2 ماينس في 1 والدلتا اتش ايضا انتجريشن من تي 1 لتي 2 الاي دي تي. طبعا لان الريت اوف تشينج اوف قلنا بالنسبه للفلوستي وذ ريسبكت تو تايم بتساوي الاكسلريشن. الكلام ده امتى؟ لما يكون الاكسلريشن فانكشن في التايم مش ثابته، يعني مش كونستنت اكسلريشن. يعني الجسم ماشي باكسلريشن ليها علاقه بالتايم او فانكشن في التايم. ونشوف اكزامبل. بيقول لي ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت ذا ديسبليسمنت تايم جراف فور ا بادي اوف ماس 3 كيلوغرام موفينج ان ا ستريت لاين. Then the change of momentum of the body during the time interval from 1 to 3 equal newton second. أنا عندي هنا represent the displacement time. عاوزين لي change of momentum. الاختيارات عندي 0 ولا 3 ولا 6 ولا 9. اللي change of momentum أنا هروح أجيب الـ equation of straight line عشان أعمل integration. طبعا ده ستريت لاين زي ما احنا شايفين باسنج ثرو ذا اورجن يعني بيمر ب 0 0 والسلوب بتاعه كان 6 اوفر 2 ب 3 يبقى الاس ايكوال 3 تي. لما البي ب 3 يبقى الاتش ايكوال 18 3 باي 6 ايكوال 18. ذا مومنتم از كونستنت زين ذا تشينج اوف مومنتم ايكوال 0. يبقى انا هنا لما استنتجت المومنتم of the body equal constant equal 18 ده معناه
ان انا عندي ال change of momentum هيبقى زيرو، لان لما يبقى constant drift بتاعه زيرو. تاني احنا عملنا ايه؟ انا جبت ريليشن بين اس و تي، عملت drift عشان اطلع ال velocity constant. ومن بدايتها كده سنة تالتة ال velocity constant يبقى ال momentum constant. احنا قلنا في change في المومنتم لما يبقى في change في الفلوستي، ما فيش change في الفلوستي يبقى المومنتم ايه؟ كونستنت. وبالتالي اللي change في المومنتم بكام؟ بزيرو. ده answer letter A. Another example، لما يبقى الماس بقى variable mass، احنا اتكلمنا لما يكون الماس كونستنت قلنا المومنتم ام في. طب a body of a variable mass move in a straight line and its mass at any instant is m equal 4t plus 1 gram. يبقى الماس هنا it changed with the time. يعني معنى ذلك at each instant الماس له value مختلف. يعني لما t ب 0 الماس ب 1، لما t ب 1 الماس ب 5 وهكذا. يبقى دي variable mass، يعني في تغير في الماس وفي تغير في الفلوستي. قال لي لان اتس ديسبليسمنت فيكتور از جيفن باي ذا ريليشن اس ايكوال تي سكوير ماينس 2 تي ان دايركشن سي. ده معناها الفلوستي هتساوي كام؟ الفلوستي اللي ريت اوف تشينج اوف اس وذ ريسبكت تو تايم يبقى 2 تي ماينس 2. ده معنى ذلك الفلوستي تشينج وذ ذا تايم فانكشن. يبقى انا عندي هنا تشينج في الماس وتشينج فين؟ في الفلوستي. وير تي ان سكند اند اس ان متر. يبقى انا عندي خلي بالك الماس بالجرام والاس بالمتر والتايم بالسكند. Then the change of momentum in the interval من 3 ل 5 is كام؟ انا عاوز ال change من 3 ل 5، يبقى انا هجيب المومنتم عند 3 والمومنتم عند 5. يبقى هجيب اول حاجه الفلوستي دي اس على دي تي، يبقى 2t minus 2. يبقى قلنا الفلوستي هنا فانكشن في التايم، يعني الفلوستي تشينجد ويز ذا تايم 2t minus 2. ال h equal mv، الاثنين فاريبل، يعني الماس فاريبل وال v فاريبل. يبقى ال h equal 4t plus 1 multiply 2t minus 2 in direction c. هنعمل ايه؟ هنرموف ذا براكت، يبقى هنعمل 4t multiply 2t و 4 multiply negative 2 1 multiply 2t، يعني بنفك البراكت. في النهاية هيطلع معايا 8 t square minus 6 t minus 2. ده كده ال h. انا عاوز دلتا h. طب هقدر اعمل derivative ولا هجيب h5 minus h3؟ ما انا عندي ال h اهو، يبقى انا عاوز ال interval من 3 ل 5. يبقى هجيب ال h عند الايه؟ ال 5 وال h عند ال 3. يبقى عوض ب 5 سكند، يبقى 8 multiply 25 minus 6 multiply 5 minus 2 minus المومنتم عند 3 8 multiply 3 square ب 9 minus 6 times 3 minus 2 تطلع 116 جرام سنتيمتر بير سكند. ده كده اتكلمنا على ال change of a of momentum. هنا الكونسيبت اللي بعد كده نيوتن فيرست لو. بعد ما اتكلمنا عن المومنتم، واحنا عارفين المومنتم هي مقدمه او بدايه لنيوتنز نيوتنز لو، الفيرست لو ده برضو الكلام اللي هيكون عندك في كتاب المفاهيم. Every body preserves in its state of rest or moving uniformly unless acted upon by an unbalanced external force by external effect. ده بيقول لي يعني الجسم بيبقى في حالة inertia، يعني does not change its state by itself. يعني الجسم لو في حالة rest بيبقى مش ممكن هيقدر change its state by itself، لازم external force. طب لو البادي ده ماشي with uniform velocity او uniform motion برضه doesn't change its state. يبقى في الحالتين دول بنقول ان بيبقى هنا الموشن يونيفورملي، وبنطبق نيوتن فيرست لو. نيوتن فيرست لو كلنا عارفين طبعا F equal R. طب بيقول لي a balloon moves vertically down against resistance proportion to the square of its velocity.
If the maximum velocity of the balloon is V meter per second, if the balloon moves against the resistance equal 16 over 49 of its weight, then its velocity decreased by 1.5 than its maximum velocity. Then the maximum velocity. طبعا هنا كل ما resistance هتتغير كل ما velocity هتتغير. بس عند maximum velocity في حالة البالون طبعا يبقى ال mg equal r او ال weight equal r. يبقى انا بقول له هنا r1 equal w امتى؟ لما ال velocity maximum. يبقى لان الجسم ده لما يمشي بماكسيموم فيلوستي او يونيفورم فيلوستي يبقى الاف ايكوال الار. الاف هنا يمثلها الويت والار هي ريزيستنت، يبقى ار ايكوال دبليو. ده في حالات البي ماكسيموم. طب ار2 قال لي بقى الفيلوستي الاكسلريشن الريزيستنت لما تبقى 16 اوفر 40 من الويت يبقى في2 هتقل عن الماكسيموم فيلوستي ب 1.5، يبقى في2 هتبقى 1 ماي او في1 ماينس 1.5. بكده عندي المعلومات بتاع السؤال. قال لي الار بروبورشنال مع البي سكوير. كلنا عارفين لما يبقى في دايركت بروبورشن يبقى ار1 اوفر ار2 ايكوال في1 سكوير اوفر في2 سكوير. طب ار1 اللي هي دبليو وار2 16 اوفر 40 دبليو، هنعكس هتبقى 49 اوفر 16 دبليو و v1 سكوير اوفر v1 ماينس 1.5 v سكوير. هنشيل w مع w وهنعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى r1 اوفر r2 ايكوال v1 سكوير اوفر v1 ماينس 1.5 سكوير. لما نعمل سبستيوشن 49 w اوفر 16 w ايكوال v1 سكوير على v1 ماينس 1.5 سكوير، هاخد سكوير روت للناحيتين. طبعا هشيل دبليو مع دبليو، سكوير روت ل 4 يبقى 16 7 اوفر 4. الناحيه الثانيه برضو هشيل سكوير يبقى في1 على في1 ماينس 1.5. كروس مالتيبليكيشن ال 4 في1 ايكوال 7 في1 ماينس 10.5. هنجمع في1 يبقى 3 في1 ايكوال 10.5، يبقى في1 3.5. يبقى ايه كده؟ الانسر ليتر بي. كده بنتكلم على يونيفورم موشن لما بيوصل الجسم للماكسيموم فيلوستي. خلي بالك ان احنا عندنا الاكسبريشن كده ماكسيموم فيلوستي يونيفورم فيلوستي او كونستانت فيلوستي، ده معناه الموشن ايه؟ يونيفورم. وبن ابلايد مين؟ نيوتن فيرست لو. بيقول لي هنا if a body moves in a straight line with uniform velocity. ركز في الكلام، مسألة الديناميك بالذات كل كلمة بتفرق معانا. لما يقول لي with uniform velocity بداية كده يعني مفيش acceleration، يعني الجسم ماشي uniform velocity، ده معناه resultant force equal zero. لأن احنا بنقول ايه؟ F equal R أو F minus R equal zero. هو الجسم ده ماشي with uniform velocity under the action of two forces F1 2mi minus 3j، دي كونستانت فورم بس في فيكتور فورم. يبقى دي كونستانت فورس ما بتتغيرش مع الزمن. و F2 6i plus nj، زين M1 M وN ايكوال كام؟ زي ما اتفقنا هنا بقى طالما الموشن يونيفورم وفيلوستي يبقى F1 plus F2 ايكوال 0. يبقى 2m plus 6، في ناس حلت سؤال خلاص 2m plus 6 عشان البادي موف يونيفورم، يبقى F1 بلس F2 ايكوال 0. يبقى 2M بلس 6 بلس N ماينس 3J ايكوال 0. يبقى ال 2M بلس 6 ايكوال 0 وN ماينس 3 ايكوال 0. إذا ال M هتبقى بنيجيتيف 3 وال N ب 0. يبقى إذا لما رتب M و N هتبقى نيجيتيف 3 و 3 اللي هي أنسر لتر. اتكلمنا على نيوتن فيرست لو. نيوتن سكند لو. احنا ماشيين بترتيب الكونسبتس اللي في الكتاب اللي احنا هنمتحن على اساس هو معانا كمفاهيم، عشان لما تبقى عارف كل سؤال بيتكلم عن ايه تقدر تدور على المفهوم بتاعه ما تضيعش وقت. لو استفدت من القوانين يبقى شيء كويس. هنا في السكند لو بيقول لي ابادي
whose mass m and move with uniform acceleration a. يبقى هنا بقى مش uniform motion، لا ده ماشي ب acceleration. يبقى m a equal f where f is the resultant of forces acting on the body. يبقى اذا هنا ال f equal m a، يعني ممكن ال f دي تبقى f1 plus f2 plus f3 and so on لحد fn equal ال m a برضه. ممكن تبقى f minus r equal m a. يبقى انا بتكلم هنا على الفورس اللي هي resultant force. طيب هنا في حالات مختلفه. نفترض الفورس مش constant force، يعني الفورس هنا احنا اتفقنا ليها شكل. constant force يعني magnitude او scalar quantity او coplanar force بالنيوتن او الداين او كيلوغرام ويت او جرام ويت. ممكن تبقى vector force constant وممكن تبقى vector force وvariable. فقال لي لو كان عندي الاكسلريشن، يعني عاوز يقول لي لو الاف فانكشن في التايم، لو الاف فانكشن في التايم يبقى الاي بتساوي ايه؟ قلنا الاف ايكوال ام ايه في الحاله دي. طالما الاف فانكشن في التايم عشان اعمل سيبريشن اوف فاريبل هحط الاي دي في على الدي تي. طيب ذا ايكويشن اوف ذا موشن is in the form integration f dt من t1 لt1 لt2 f dt equal m عشان ال m constant عبارة عن ايه؟ integration من v1 ل v2 dt. طب لو ده كان لو كان ال f function في t، الكلام ده مهم جدا جدا، الكونسبت ده مهم جدا جدا، خلي بالك للكلام اللي انا بقوله ده. طب انا عندي ال a equal لو الفورس فانكشن في الفي يبقى الاي، لو سوري لو الفورس فانكشن في الاس او في الاكس يبقى الاي ايكوال في دي في على دي اكس. يبقى الايكويشن اوف ذا موشن هتبقى انتجريشن اف دي اكس او اف دي اس من اس 1 لاس 2 ايكوال ام من في 1 لفي 2 الفي دي في. If the mass is variable, then the equation of the motion F equal A d على dt m. خلي بالك. الكلام ده كله احنا قلناه لما الماس كونستنت. لما الماس variable يبقى ال F equal A اللي تشين ال rate of change of momentum لل m v، لان ال m هتبقى بتتغير وال v هتبقى بتتغير. ال units used with the equation of the motion. طبعا احنا عارفين F equal ma، يبقى ال F بالنيوتن، يبقى الماس بالكيلوجرام، وال A بالمتر بالسكند سكوير، ده اسمه نيوتن. لو ال F بالداين امتى؟ لو الماس بالجرام والاكسلريشن بالسنتيمتر بالسكند سكوير. هنشوف example. A force of magnitude 20 نيوتن is pushing two masses 3 كيلوجرام و 2 كيلوجرام on a horizontal smooth plane in its direction as shown in the figure, then the force which the mass 2 acts on the mass 3 is kilogram is cam newton. Consider the two masses as one body of mass 5. If F equal ma, طيب 20 equal 5a يبقى ال a equal 4 meter per second square. كده جبنا ال acceleration of the body. It's a force that the mass 2 act on the mass 3 is b. يبقى the motion of the mass 3 هعملها بقى كبطي لوحده المفروض ايه؟ f minus b equal ma. طب ال F اللي عندي 20 minus B equal الماس اللي هو 3 في الاكسلريشن 4 يبقى ال B equal 8 نيوتن. ده كده الفورس اللي هو the body of mass 2 act on the body of mass 3 by 8. برضو another example بيقول لي هنا in the opposite figure represent the speed time graph او velocity time graph.
of a body of a constant mass moves in a straight line, then the ratio between the magnitudes of the two forces acting in the interval من 0 ل 3 then من 3 ل 12 respectively. طبعا يعني بقول لي الفورس في الحالة الأولى من 0 ل 3 ومن 0 لكام؟ من 3 ل 12. طب الفورس بيساوي ايه؟ F equal MA بالنسبة لمن 0 ل 3 ده كده الـ velocity time graph الـ acceleration يعني drift أو الـ slope. يبقى هنا لما هو يقول لي طبعا الـ OA عندي 12 والـ OB 6 والـ الـ OA الـ O من O ل 3 وبعدين من O ل 12. The acceleration هو الـ slope of the boost. خلي بالك أي حاجة هي الـ drift بتاع الـ function دي يبقى إذا هي بتساوي الـ slope بتاع الـ إيه الـ curve بتاع الـ function دي. والعكس طبعا يبقى الـ integration أو الـ area under the curve. فهنا بيقول لي on the interval من 0 ل 3. الـ acceleration هو الـ slope يعني tan 60 root 3. يعني F1 equal MA يعني equal root 3M. ده كده انا جبت F1 من F2 بقى من الانترفال من 3 ل 12 ال A equal tan 150. ليه؟ لان هنا السلوب نيجاتيف والانجل اللي بره مع الايه مع البوستر دايركشن اوف اكس اكسس يبقى 150 لان دي 30. tan 150 نيجاتيف 1 على روت 3 يبقى F2 equal MA يبقى نيجاتيف 1 على روت 3 M. انا عاوز الريشو بتوين الماجنتيود يبقى يهمنيش الاشاره يبقى اف 1 على اف 2 بيساوي روت 3 ام ريشو 1 على روت 3 ام هتطلع ب 3. يبقى كده انا جبت الريشو بتوين ذا فورس اكتنج اون ذا انترفال فروم 0 تو 3 وبعدين اون ذا انترفال من 3 ل 12. بعد كده الكونسبت اللي بعد كده بيتكلم عن موشن موفينج انسايد الليفت الفيرتيكال موشن. واحنا قلنا ذا ليفت اتس موشن هاز 3 كيسز ذا ليفت ادريست اور موفينج ويز يونيفورم فيلوسيتي فيرتيكلي. طبعا يبقى ده نيوتن فيرست ليه لو اف ايكوال ام ار الاف ايكوال دبليو يعني او الاف ليه ايه بقى ام جي ايكوال الان الان اللي هو ايه الرياكشن على الفلور اوف ذا ليفت او الايه التنشن ان ذا واير. طب اف ذا ليفت اسند طالع لفوق ويز اكسلريشن ايه طبعا لما يبقى طالع لفوق يبقى الان اكبر من الام جي يبقى ان ماينس ام جي ايكوال ام اي. ذا ليفت ديسندنج ويز اكسلريشن ايه لو هو نازل ويز اكسلريشن يبقى اذا ايه الام جي اكبر من التي يبقى ام جي ماينس ان ايكوال ام اي وير ان طبعا الابيرنج ويت او ريدنج اوف ذا بالانس او الرياكشن اوف ذا ليفت جراوند. يبقى هنا الان انا ممكن اكتبها ان او بي او تي. بعد كده ذا ليفت ادريست احنا قلنا هنا بقى لو انا عاوز اجيب التنشن in the string of the lift او in the wire of the lift قال لي برضه بيكرر تاني ذا the lift addressed or move in good uniform velocity يبقى ام جي ايكوال تي هنا التي بقى يمثل التنشن او reading of the balance برضه. ذا lift ascending with acceleration يبقى تي اكبر من الام جي يبقى تي ماينس ام جي ايكوال ام اي. ذا lift descending with acceleration يبقى ام جي ماينس تي ايكوال ام اي. Where T is the tension in the rope which carries the lift و M is the total mass اللي هو lift زائد inside. بيقول لي هنا ال appearing weight لو أكبر من real weight يعني T أكبر من MG يبقى lift moving upwards with acceleration or moving with downwards with a with deceleration. طب the appearing weight ال appearing weight اللي هو مين بقى اللي هو ال MG سوري اللي هو التي والريال ويت اللي هو الام جي. يبقى لو الابيرنج ويت
smaller than the real weight, then the lift is moving down with uniform acceleration or moving up with uniform deceleration. بعد كده ال vertical motion قال لي the lift حالة rest برضو mg equal t نفس الكلام ascend with acceleration is given minus mg equal ma descend with acceleration mg minus t equal ma برضو قلنا t هو ايه reading balance. الاكزامبل هنا بيقول لي ايه؟ A man of mass m kilogram is inside moving lift if the pressure of the man on the floor of the lift equal 9.8 meter newton then the lift was moving a with. خلي بالك ده البريشر يعني ده البي او الاي او ال 9.8 والمان اوف ماس ام. هل الليفت موفينج ويز يونيفورم فيلوسيتي؟ احنا كنا بنقول يونيفورم فيلوسيتي امتى؟ لما الام جي ايكوال التي ايكوال 9.8 ام. يونيفورم اكسلريشن داون ووردز لما يكون ايه؟ الام جي اكبر من التي. يونيفورم اكسلريشن اب ووردز يبقى لما يكون التي اكبر من الام جي. يونيفورم ديسيليشن اب ووردز هنشوف ايه؟ انا عندي هنا تي ايكوال 9.8 ام والام جي 9.8 ام. الحاله الاولى تي ايكوال ام جي يبقى الليفت على طول موفينج ويز يونيفورم فيلوسيتي. طبعا لو كان قال لي اتريست الاثنين صح بقى. انذر اكزامبل. A man of mass 70 kilogram is inside a lift of mass 420 kilogram. يبقى هنا في ايه؟ في ماس للراجل اللي راكب الاسانسير وماس للايه للليفت نفسه. If the lift moves vertically upwards with uniform acceleration, if the reading of the balance inside the lift is 525 kilogram weight, then the pressure of the man on the floor of the lift. طبعا لما يقول لي البريشر اوف ذا مان يبقى انا بستخدم الماس بتاع الماء او الويت بتاع المان بس. انما ريدنج بالانس يعتبر ايه؟ الماس بتاع الايه؟ الليفت والمان. يبقى دي ايكوال ام جي بلس ايه اللي هو كان مسميها ام داش. يعني ايه ام داش؟ يعني التوتال ماس اللي هما 70 بلس 420 ملتبلاي 9.8 بلس ايه؟ كده انا جبت الـ A يبقى 9.8 multiply 525 over المجموع ده 490 تبقى تطلع 9.8. طبعا الـ acceleration هنا هعمل ايه؟ ها 0.7 meter per second square. ده كده الـ acceleration of the motion. طب انا عاوز الـ pressure of the man احط الماس بتاع المان بس يبقى الـ pressure equal ايه؟ mg بلس ايه يبقى البريشر بيساوي الام هنا بكام بقى؟ 70 بس اللي هو الراجل بس. المره اللي فاتت كنا عملنا 70 بلس 420 يبقى 70 ملتبلاي 9.8 بلس 0.7 هيطلع كام؟ 735 نيوتن. لو هو عاوزها بالكيلو جرام ويت هنطلعها اهو يبقى هنقسم 735 دوار 9.8 تطلع لي 75 كيلو جرام ويت. الاجابه لتر اي. الكونسبت اللي بعد كده motion of a body of mass m moving in a smooth inclined plane inclined by angle theta to the horizontal. زي ما احنا شايفين كده عملنا ايه resolution للويت ام جي كوزاين theta normal to the plane و ام جي ساين ثيتا ان دايركشن اوف ذا لاين اوف ذا جريد سلوب وفي فورس بتشد البادي. طبعا البادي هنا يكون طالع لفوق لو الاف اكبر من ام جي ساين ثيتا موفينج داون ذا بلين لو الام جي ساين ثيتا اكبر من الاف. يبقى اذا هنا قال لي لو كانت اف بيجر ذان ام جي ساين ثيتا يبقى ذا بادي موفز ويز يونيفورم اكسلريشن ابورد. والاكسلريشن هنا هنجيبها من اف ماينس ام جي ساين ثيتا ايكوال ام اي.
طب لو الاف ليس ذان ام جي ساين ثيتا يبقى الموشن داونوردز، داونورد يبقى باكسلريشن ايه؟ داون ذا بلين. في الحاله دي الايكويشن ام جي ماينس اف ايكوال ام اي. بنلاحظ هنا ان نيوتنز لو مفيش اي تغيير في الشكل بتاعها، وان كان المسميات بس هي اللي بتتغير، انما الاساسي بنقول اف ماينس ار ايكوال ام اي. اكزامبل بيقول لي هنا a body of mass 25 kilogram is placed on a smooth plane inclined with an angle of measure theta where tan theta equal 4 over 7. A horizontal force of magnitude 30 kilogram weight act on in the direction of the plane and its line of action lies in the vertical plane passing through the line of the gyroscope to the plane. Then the acceleration generated and the magnitude of the reaction of the plane كيف وكيف. انا هنا ضارب حاجتين بقى الاكسلريشن والرياكشن، مديني هنا اختيارات للاكسلريشن والرياكشن. خلي بالك هنا ان انا عندي الاكسلريشن كلهم بالمتر بير سكند سكوير، لا في سنتيمتر بير سكند سكوير، والان بالكيلوجرام ويت. يبقى هنشوف مين هنا، وفي واحده بالنيوتن. ركز في الاختيارات عشان في احيانا الارقام متشابهه ولكن النواتج مختلفه عشان اليونتس. فانا هنا البادي محطوط على سموث انكلايند بلين، لما اقارن الاف كوزاين ثيتا هتبقى 30 ملتبلاي 9.8 ملتبلاي 0.6 176.4 نيوتن. اقارن ام جي ساين ثيتا ده السموث بلين، ام جي ساين ثيتا يبقى 25 ملتبلاي 9.8 ملتبلاي 0.9 196. ده معناه ان لما الام جي ساين ثيتا اكبر من الاف كوزاين ثيتا يبقى الموشن داون ذا بلين. يبقى هنا عشان زي ما اتفقنا الموشن داون ذا بلين نكتب الايكويشن اوف ذا موشن. مين الجسم في اتجاه الفورس بتاع مين؟ واخد ايه؟ مين الفورس اللي هي بتسبب الموشن؟ ام جي ساين ثيتا ماينس الاف كوساين ثيتا ايكوال ام اي. هنعوض الام جي ساين ثيتا احنا جايبينها فوق 196 والاف 176.4 ايكوال 25 ايه، يبقى الاكسلريشن 0.784 متر بير سكوير. طب انا عاوز الام، الام ايكوال ام جي كوزاين ثيتا، وممكن اطلعه بالكيلوجرام ويت عادي، يبقى 25. طبعا هنا الان عباره عن اف ساين ثيتا زائد ام جي كوزاين ثيتا، يبقى 25 ملتبلاي 0.6 بلس الام جي ساين ثيتا ام جي يعني ام ملتبلاي 9.8. يبقى اذا عندي هنا لما اجمع دولت الام جي كوساين ثيتا زائد اف ساين ثيتا هيطلع 69 كيلو جرام الاجابه لتربيع. الكونسبت بعد كده بيقول لي موشن اوف ا بادي ماس ام اون ا راف انكلايند بلين. احنا اتكلمنا على السموث انكلايند بلين، الراف هيبقى فيه رياكشن ريزيستنت او فريكشن فورس. بيقول لي ايه؟ البلين ده انكلايند باي انجل اوف ميجر ثيتا تو ذا هورزنتال، ميو كي از ذا كاينيتيك فريكشن كوفيشنت. If the motion of the plane, then the equation of the motion. طبعا of the plane يعني ال F أكبر، يبقى F minus mg sin theta minus mu mg cosine theta equal mg. لو الموشن داون يبقى ال equation of the motion طبعا mg sin theta يبقى أكبر minus ال F، والميو كي هيبقى لفوق mu كي mg cosine theta equal mg. Example بيقول لي هنا in the opposite figure a body of mass W kilogram weight is placed on a rough inclined plane inclined to the horizontal by angle of measure 30.
a force of magnitude 200 kilogram weight act on the body in the direction of the greatest slope of the plane upwards to move it upwards the plane with acceleration of 0.98 meters per second against the resistance 784 newton. يبقى W كام؟ هنكتب الايكويشن of the motion. F minus R minus mg sin theta equal m. يبقى ال F احول كل المعادله دي لنيوتن. طبعا احنا اتفقنا من خلال الشرح زمان ان اي معادله فيها ام اي لازم تبقى ابسوليوت يونت. يبقى F equal to 100 multiply 9.8 minus ال R equal 784 minus ال mg sin theta بهاف multiply 9.8 في m equal 0.98. نجمع m مع بعضها هيبقى 11765 equal 5.88 m. يبقى ال m equal 200 كيلوغرام. ده كده الويت يبقى 200 كيلوغرام ويت. يبقى اتكلمنا عن السكوس بلين والرف بلين. Another example. بيقول لي a rough inclined plane with length أو of length 250 سنتيمتر and the height 150 سنتيمتر a body at rest is placed at its top to slide on the plane with an acceleration 196 then the coefficient of kinetic friction. يبقى أنا عندي هنا اللينس بتاع البلين والهايت اللي انا هجيب منهم الايه الثيتا وعندي الاكسلريشن بالسنتيمتر بير سكند سكوير 196 وانا عاوز ايه الميو كي. ادي البادي محطوط على الانكلاين راف بلين. يبقى اتفقنا راف بلين يبقى اذا هنا في ايه يا اما في فريكشن يا اما في ريزيستنس. طب ادي اول ايكويشن قال لي لما يبقى الاي بي 250 والاي سي 150 والبي سي 200 يبقى كده جبت ساين وكوساين ثيتا. الساين 150 اوفر 250 يعني 3 اوفر 5 والكوساين 4 اوفر 5. الار اللي هو ام جي كوساين ثيتا ام جي ساين ثيتا ماينس لو بي ار ايكوال ام اي. ده الايكويشن اوف ذا موشن اون ذا بلين. طب هنعوض m multiply 9.8 sin theta 150 على 250 اللي هي 5 على 3 minus mu k في ال m في 9.8 200 على 250 multiply او equal 1.96 في m. نعمل divided على m يبقى ال mu k بيطلع هاف وده الاجابه لتر ايه لتر ايه. برضه another example على نيوتن بيقول لي a train of mass 240 ton move in a horizontal road with uniform acceleration 2.45 centimeter per second square if the force of the engine is 2000 kilogram weight if the train ascends an inclined plane to the horizontal at angle of sine 1 over 500 given that the resistance does not change then the acceleration on the inclined plane. يبقى الترين ده كان ماشي على horizontal plane وبعدين صعد ascend على inclined plane. اول حاجه هنتكلم على horizontal plane. F minus R equal M. يبقى ال F 20,000 multiply 9.8 لازم تتحول لنيوتن minus ال R equal 240,000 multiply 0.00245 يبقى هنا ال R equal 13,700 in the inclined plane F minus R minus mg sin theta equal ma dash. يبقى ال F 2000 multiply 0.8 minus ال R هو اداها لي بالنيوتن 13,720 equal 240,000 multiply sin theta on على 500 multiply g 9.8 equal 240,000 meters.
يبقى الـ A داش اوفر 0049 متر بير سكند سكوير. لو حولناها لسنتيمتر تبقى 0.49 سنتيمتر بير سكند سكوير. بيقول لي هنا a body of mass m كيلوغرام is moving vertically downwards with an acceleration 1 meter per second square under the action of a force acting vertically upwards of magnitude 10 kilogram weight and against the resistance of magnitude 10 newton. Then m equal كام؟ يعني عاوز الماس. بيقول لي هنا طبعا البادي ده vertically downwards يبقى mg minus f minus r equal ma. mg 9.8 m minus f 10 multiply 9.8 minus r equal ال m. نجمع ال m مع ال m يبقى 8.8 m equal 108 يبقى ال m equal 135 over 11 كيلوغرام. كده يا سنه ثالثه احنا وصلنا لنهايه السيشن بتاع النهارده. رجعنا فيه جزء من الداينامكس، باقي الجزء الثاني من اول السمبل بولي ان شاء الله ممكن هيكون على جزئين، وهنشوف ان شاء الله في المرات القادمه برضو مع الكونسبت. واتمنى طبعا ان يكون المحاضره النهارده لمت جزء كبير من اللي احنا اتكلمنا فيه في الجزء بتاع الداينامكس. طبعا بتمنى لكم التوفيق مع الجد والاجتهاد، ودعواتنا لكم جميعا بالتوفيق ان شاء الله. بشكركم كمان على حسن استماعكم، الى ان القاكم تحياتي لكم جميعا.